علي بهجت يقول تي باس بعد اخوك بلك تعلم البعض ان يتعلمون ينطون حقوق اللاعبين والمدربين وتضيف مادة في حال ارسال قوامة عشائرية لاعب يعتبر الفريق نازل درجة ادنى بلك الله يوصل صوتي. هاي قديمة ما تظن بيها. اي شفت والله جاي اتفرج على مواقع التواصل لقيت اجتماع برؤساء اندية واعضاء هيئات ويا تي باس مع لا ليغا. نعم اي فانت شلون تسكت وتعديها؟ لازم تحط لك. لا احكيك صراحة شوف انا من النوع اللي قبل كم يوم خل رئيس النادي الحجي سعد عبادي المحترم يوم من الايام قبل الزياره مال الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه في الطريق ده يبلطوه فصرت عصبي نزلت سناب فمن رحت للاداره قال لي انت ليش صاير عصبي وشنو هالهوسه مسوي هاي انغثيت انا من نوع اكو امور اشوفها بالشارع والله استاذ علي امانه الله انغث يعني صدق انغث وقلبي يقوم يوجعني يعني اكو امور يعني مضحك يعني انا ضوج يعني هسه مثلا شفت الاجتماع انتوا رايحين اجتماع ودع مو انتوا كلكم اخطاء انتوا كلكم يعني ايش قد عندنا 20 نادي 19 نادي كل اخطاء كل اخطاء من ساسه الراسه ملاعب ما عندكم مال تمرين الطب للنادي خرابه حماماتكم حش السامع يعني ما نريد نحكي يعني انت مثلا تروح شيء شو حتعلمه؟ ايش تتعلمون؟ انتوا ما تتعلمون ليش ما تتعلمون؟ يعني انتوا ناس مو مهنيين ترى شوف الاداره مو الا لاعب كره قدم او هاي ما لها علاقه علم الاداره رحم الله والديك ويفهم الامور اللي يجب عليه ان يوفرها للاعب وللمدرب وللستاف كله حتى ينجح يعني مثلا شنو راح ايش حيعلمكم؟ حيعلمكم امور انتوا صعبه عليكم حيعلمكم امور بالدوري الاسباني ما مر عليكم علي هذا الحديث لحد الان يجي شو صحوله يجوا